ماني عارف، ماني عارف شلون ترضى، شلون اقنعها؟ بقنعها مو قادر اقنعها كلش. خلاص يبا هونها يا حمود، بس تدري كبرت بعيني هالبنت قبل لا اشوفها. الحين هي الحين ايش فيها؟ شنو ياهل؟ عمرها 20 سنه، بخلص كبرها مره، بعد تعال سوي لقاءات وقابلها وكم المهر، طق الحديد ما دام حامي. والله نكرهها هي مرزوق. طالع تقول راي. اقول لك قالت لي احبك. يا زوزي. اوهو ها منسيه ها خيتي، اشو قمت تعايريني؟ صدقني ما عايرك يا اخوي، بس ابي اهديك الله يهدى. انا ما يهدي لي بال الا لما تروحين بنفسك تخطبين لي وادش القفص الذهبي. اشتو القفص الذهبي وتتوقع القفص الذهبي بكفيكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. منسيه ترى انا خلاص تعبت، طفح الكيل. اذا انت بنفسك ما تروحين وتخطبين لي هيبتي تطيح. وش دعوه كل هذا؟ ليش تطيح؟ ما بيها تقول ان انا ما عندي والي. مو غلط. ضحكي ضحكي ضحكي. الله، عقب 20 سنة أشوفك يا منسية وأشوف عيالك والرجال اللي عندك بالسجن. إيه سجنك تعبتي وشقيتي، وفوق هذا ما نسيتي تربيتك حق بناتك. سجنك أصيلة وبنت أصل يا منسية، عساك على القوة يا رب. السلام عليكم. السلام، هلا والله، حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ والله الحمد لله بخير. اسمك؟ أعرفك على فهد صاحبي. هذا مو أخ سالم؟ إي عدل، هذا أخ سالم. وشلون من ولد؟ لا لا تحاتي، على يمك. بين علي. المهم البضاعة عندك؟ موجودة البضاعة. سلام. شلون؟ مواصل. شو أسوي فيه؟ كانت بالسجن. هذا طق يحصي على اللي مو عاجبك. اي تكفى عمي، بشتغل انا بغير روتين. يا معود، هذا اللي ماشي عندنا، تحلك فيها تسوي فيها شغل، كله على هذا، كله تجاره. احنا هنا السجون. يلا بعد شو نسوي؟ اشتغل غير روتين. باين عليه، باين عليه شقردي، خوش ولد. لا يعجبك، انا قايل لك. امسك امسك نصف الشارع شوفنا. ايه زين، تعذرنا على شيء؟ سلامتك يا ملافي، بس قلت لك لا تحاتي، سرك كبير وهذا اعتبره اخوك. اي والله عزيز وغالي، والله ما تقصر. عزيز وغالي. اي اي منسيه، تبيني موضوع مهم؟ انا اقول حاسه ييتش فيها انه منسيه، واللي يسلمك علشان خاطري قولي أول حرف من ييتك. ألو ألو، هاو إيش فيها؟ سكت الخط بوجهي وهي تضحك. الحين خالتي رقية وخالي مرزوق بتزوجون؟ هذه من عجائب الدنيا. وليش من عجائب الدنيا يا يما؟ ترى هذيلا بشر وسبحان الله، عسى الله إن شاء الله يوفق بينهم ويتزوجون. الحين خالتي رقية بتعيش بسعادة ويا. اي وليش لا؟ يلا عاد، ترى خالتش مرزوق ماما وايد طيب. اي والله، ويعز رقية. يا خوفي بعد اسبوع لما طاققين. انت ايش حق تفولين عليهم؟ ذكري يلا، قولي لا اله الا الله. لا اله الا الله. محمد رسول الله. عسى الله ان شاء الله بس يوفقهم ويتزوجون ويعيشون بسعاده. ان شاء الله. ما دخلت دقيقه. ماي تستحين تردين؟ عسى الله يهنيك. وسعد ها، ايش فيك؟ مو عوايدك اليوم سرحان؟
ايه يا اخوي اليوم والله تفكيري راح بعيد حيل. والعسى ما شار اليوم شفت لي شوفه وعومستني فوق تحت. وانا كم مره اقول لك يبا لا تسمع الاخبار. الحقيقه قاعد ادور لي على خبر قديم واليوم حصلته. تبي الصج؟ ترى ماني فاهمك. اكيد متفاهمني يا اخوي. اليوم شفت عيال اخوي ومرت اخوي، صار لي عمر ما شفتهم. صار لك عمر؟ اي ليش؟ يا اخوي المستحى مو من عيال اخوي. من منو؟ المستحى من مرت اخوي بنت الياويد. الله يرحمك يا اخوي ابو سالم. تبهذلت المرأة وانت حي وتبهذلت وانت ميت بعد. لا حول الله ولا قوة الا بالله. مضبوط الحين مضبوط يا مرزوق يا زينك يا حلوك. ايه ان ما نشرت الصور عرسي بالجرايد كلها وخلي حريمي كلهم يموتون قهر. هين هين يا عيال هين انا اعلمكم اكله. اولا عليك يا مرزوق انا ابوهم ما استاهل مسبه. ايه بيستلموني كلهم. لا لا ايه وقد بدات الايام الجميله من اليوم من اليوم ورايح ساتي اليك يا رقيه يا رقيه يا رقيه انا يا يشرقيه يا رقيه يا رقيه انا يا يشرقيه بس لو سوين عمليه حق وجهك يا رقيه يا رقيه خلي تسوين عمليات تجميل البرطم لازم يتغير والخشم الجنب الايمن يبي له تغيير كامل. هنيئا لك يا رقيه بمرزوق وهنيئا لك يا مرزوق برقيه. ايش فيك يا ريال ما ترد علي؟ انتوا بشر انتوا؟ شلون؟ اكو واحد يخلي بنات اخوه بالشارع وهذول عرضكم. لا اله الا الله صاير بالدنيا يا اخوي. اليوم الناس تقول يلا يا نفسي يلا عيالي وفوق هذا حتى عياله ما يدري عنهم. لا اله الا الله. المهم ايش تبي تسوي؟ ايش بسوي بعد؟ ابى امر عليهم وقت فراقي ان شاء الله. بس يا اخوي اذا عندك حل قول لي. انا بروحي طالع من البيت ضايق خلقي وياي بوسع صدري وانت فوق هذا ضيقت خلقي زياده. والله انت اللي مضايق خلقي وكدرتني. للحين يا بنيتي ماكو شيء بس انا قاعده اتوقع. شنو اتوقع؟ ما ادري. تتوقعين انك تتزوجين يما؟ شلون تتوقعين يما؟ يعني انت تدرين بعد في ناس توقع حق كاس العالم. هذا الفريق غالب وذاك الفريق مغلوب. يعني ما فيها شيء لو توقعت انا يما. انت ما ادري ايش فيك بصراحه يا بنيتي. لا تلوميني انا تعبانه نفسيا والوحده صعبه وابي ريال ابي اتزوج يما. ها كيفك يما؟ هذه حياتك وانت حره فيها. ويه قوليها من الاول تراج ذبحتيني. شرينا خاطرك. ويه اتزوج ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. عرفت شو أقول لك؟ عرفت. دير بالك لا تهور. شوف من يوم. هلا فيدان. هلا والله. شلونكم؟ تمام خير. شو عندكم واقفين هنا؟ والله قاعدين نسولف انا وعزيز. اكيد؟ اي اكيد. ما فيكم شيء؟ لا ما فيك. يلا ديروا بالكم على نفسكم. لا تعاتي الحين دش الزنزانة. دير بالك على اخو الاسي. لا توصيني على اخوي، توكل على الله. نعم؟ لا توصيني على اخوي، توكل على الله. يلا استانسوا. ايه انبسط. اقول لك لا تحكى قدام هذا، ترى على طول يوصل حق سالم. صدقك انت تحكي قدامه، ادري فيه فضيحه. اي ما الله خلق سالم. يلا دش دش. الو
نعم، ايش عندك؟ سمعيني يا بنية، سمعيني يا بنت الحلال. مو خل اتكلم، فهمي الموضوع. اي موضوع اللي بتفهمني اياه؟ تقولي بشوفك؟ لا يبا اسمع اسمع، ترى اوكي انا عزيتك واحترمتك، بس هالموضوع تنساه، لا تجيب طاري مره ثانيه، اوكي؟ خلاص يا بنت الحلال. بس عاد بلا دلع. يبا ما يصير خاطرك الا طيب. يعني ليه متى بتزعلين يعني؟ خلاص عاد. بس حمود انا حمود. سمعي سمعي سمعي. يا زعلان يا زعلان، خليت قلبي حيران، ما قلت لك يا حبيبي بطل دلع من زمان. اي شي ضحكي. ما قلت لك يا حبيبي بطل دلع من زمان. ها ولا سوي اللي يريحك يما، ما راح اوقف بطريقك. هاي رقية ايش قلتي؟ سكوت علامة الرضا بعد شنو؟ رقية موافقة؟ موافقة. صدق الخبر هذا؟ اي لا الفريج كلهم راح يستانسون عيل. بس واي بس خالد ذكرى والله من زمان ما ضحك الكثر. ها لحظه خالد لحظه، ما في شيء اسمه صوت غناوي. ويا معريس عين الله تراك، والقمر والنجوم تمشي وراك. عاش الخال. واي خالي مستحي. اي لازم استحي. سيدي العزيز مرزوق، ممكن توصف لي شنو شعورك وانت متزوج مره جديده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه والواقع ومن خلال هذا الزواج الموصول بكم هائل من البطاقات والمعايدات من جميع دول العالم، إن شاء الله سنركز أنا ورقية على أن ننهي الترسانات النووية إن شاء الله، لأنها رقية طبعاً لها علاقة بالنووي القاتل، لكن إن شاء الله تركت هذا النووي وسندخل على إنهاء هذه الترسانة، لذلك أنا مندهش. بس يلا عاد انتي وهي بس لا تضايقون خالكم. يا يما ايش فيك؟ خلنا نستانس، اخدم لك انت خالي خطب. خليهم يا منسية، خليهم يفرحون ما دام الشمل التم. أي شمل؟ شملي أنا ورقية. مستحى اي من مساء ما شفتي وقع شويه ايبه كلامي عطوك زين. شوف وجهك وانت صار حمر كذي. خلاص يا بنيتي لا تزعلي، انا واثقه ان مرزوق راح يصير حسبه ابوك. لا يا يمه. خلاص حسبة عمك يا يمة. مرزوق إنسان طيب وحنون، ومثل ما حن على أمك باكر يحن عليك. أنت تدرين يا بنيتي الزعل فان مو طيب حق أمك، وأنا بصراحة أخاف من الحسد والعين، أخاف الناس يحسدوني تدرين بعد.
وهذا مرزوق خطب، ما باقي الا انت. شنو يعني ما باقي الا انا يعني؟ وانا وايد هامك. اكيد انت هامني، اذا انت ما تهمني منو يهمني؟ ها انت 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 قول لي منو يهمني؟ يا ولدي اذا انا بتزوج اول واحد بقول له انت، بعد ايش تبي؟ اكيد بتقول لي ما عندك غيري. يمكن اقول حق زوجتك سهام؟ ها تبدي زوجتي علي؟ اي بعد انت ولدي وهي حسبت بنتي ولا وصديقتي بعد. لا اذا كذي انا ما اقدر اقول لك شيء. ان شاء الله تحبها اكثر مني بعد. ان شاء الله ليش لا؟ بس اذا نويت تقول لي ها؟ لفتين بافنيوز تلقى بنت الحلال. السلام عليكم. السلام، هلا والله، هلا بالشباب. شلونك؟ هلا فيكم. هلا والله. اخبارك؟ والله اخبار العافيه الحمد لله وبخير اسلمك. عسى عسى. شلونكم اخباركم؟ والله شلون الشغل؟ هذه البيزات كفو والله تعجبني، ما اسرع صرفت البضاعه. قلت لك راح يعجبك. كفو والله ذيب ذيب انا معط. اي والله عسى. عمي ما خلينا نطلع فلوس. ابشر. فلوس؟ خش ما تقصر. ما سوينا شيء، حق واجب هذا. اف عليك، الشغل كثير. حد لا تنسانا بالشغل. ابشر والله راح اسنعكم. اي والله راح اضبطكم، راح تنسون. كيف؟ تعيشون من وراها، ابشر. عمي عاد المرة الجاية زيد التينا ها؟ ابشر ابشر والله، ذي خشمك خشمك. كفو كفو بالديب. والله شقردية عندي بالسجن. والله مضبوط، هذا الشغل والله. انت مو تقول حق سلوم البيزات. انت ذبحتني بسلوم. انت رفيجي مو سلوم. اي ما علي ترى احنا دائما نتهاوش. اي باين عليكم. اي عشرة عمر. باين. هذا قلت لك انا هذا اخوي. اي الله كفو ونعم فيك وبخوك. اي والله شقردي. تامرنا بشيء. سلامتك يا مال عافية. عساك على قوة. ذيب ذيب. ولا تنسان ها؟ ابشر ابشر راح اسنعكم. حي الله حي الله الشباب. هلا والله هلا هلا. صباح الخير. هلا هلا. ايش هالزين كله؟ صباح النور. ماني رايحة الجامعة اليوم. ليش؟ خالد ما عندي مطلع مشتري كم شغلة. اي روح يا يمي روح طلعي استانسي. اي ما بعد الديوان دقوا على خالد عشان الوظيفه. وي على البركه ودي ايبب. صباح الله خير. اي هذا الوجه الحلو وجهك خير عليه. مشكوره يما. يلا يما تبين شيء؟ لا يما سلامتك توكلي على الله. روح استانسي عيشي حياتك. يا سهام يما صدق تذكرت راعي البيت لا اتصل ولا ياخذ اجاره صار له اسبوع. اخاف في شيء؟ تدري شلون؟ أنا بروح أمر عليه وأشوفه. لا يما ايش حق تروحي له؟ خليه إذا يبي إيجاره راح يجي لك. ويلا يا يما أخاف الإيجار ينصرف وبعدين أتوهق، أروح لأبرك لي. خلاص بتشوفينا. يلا يا يما وسلمي عليه ها؟ إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. عسى الله يسعدك. الله يوفقك يا خالد انت وسهام. روحوا وطلعوا واستانسوا. صبحك الله بالخير. هلا بالخير. هلا بمرزوق الغالي. اخاف اقول له ويعطيني عين ويخرب علي كل شيء. مرزوق ايش فيك؟ عسى ما شر. شو تفكر فيه؟ شو تفكر فيه؟ يقول لك حق الجار على الجار، وانت الحين مو بس جار، وانت الحين بعد ما شاء الله ولدك خذ بنت اختي، يعني جار ونسيب. ايوه نتشرف بهالشيء. امر ناقصك شيء؟ تبي شيء؟ انا حقيقه ناقصتني سياره. سياره؟ ابي سيارتك سلف ساعتين وربع لان عندي شغله ضروريه لازم اخلصها، مشوار مهم جدا، اذا ما اعطيتني سيارتك بروح الحفيز بفك لي سياره جديده، بروح اخلص شغلي وارد السياره. اي حاضر، تبي سيارتي تفضل. هاي سيارتي، هاي السويتش. راجو اوكي؟ خلاص مثل ما قلت لك. يلا، بعد حالتك كل شيء اوكي، باي.
ليبي دشناشه زين تمام شغل عدل ها؟ عشان هذا رقيه رقيه بيشوف مال اله. ايه. هذا شوف طالع لا لا هذا ضيج اكبر 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 بعد اكبر؟ اي هذا وين جاي؟ ضيج شوف لا يا عمي اقول لك ضيج شبري اضيج لا ابي كبير كبير وسيع وسيع هذا بزمه بزمه سوي بزمه ها ابي واحد بزمه ابي اكشخ انا هذا ها اوكي ايوه هذا شغل عدل تمام اشوف بس هذا ما في بزمه انا ابي بزمه شلون بس هذا ها هذا بس هذا؟ ايه انا طول عمري انا اخيط عند خياطي بس اسوي؟ جايك كل شيء تفصال نفوس جاهز عندك الله يخليك زين ما يقدر يودي هذا خياط يسوي؟ لا زين كم هذا؟ 7 دينار سبعة ليش سبعة؟ وايد هذا لا ياخذ بدينار؟ لا لا ها؟ لا لا كيف؟ صار ساعة لا 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 ما يعرف شيء اصلا هذا هذا جاهز وما ماكو شيء مرزوق بشير عسى خلصت المهمة سمعت المثل اللي يقول عمره ما تبخر تبخر واحترق اي سمعته شو يا ولد سويتشك اذا مره ثانيه قلت لك ابي سيارتك قل لي يا مرزوق اغسل ايدك اعطيك سيارتي اي ليش اقول لك اللي عمره ما تبخر تبخر واحترق تعال مرزوق تعال ايش صار معاك اقول لك اللي عمره ما تبخر تبخر واحترق ادري ما له علاقة بالسيارة هذا خبل هذا اللي أنا خاف خلود ولدي إلى ولد يطلع على خال أمه وابتلش فيه أنت متأكد إنه طلع من بيتهم معاه تشيس وما نزل فيه البنك معناته التشيس هذا فيه مخدرات والحرمة معاه تدري شلون سووا له كمين ومسكوه والحرمة ماما خلي هذا عندك شنو هذا هذا علاج مالانا أشوفك مو على طبيعتك قول لي مريض شكيت فيه حسبي الله على بليسك ليش علامة هذا كذي يسوق انزل بابا أنا ما أسوي شيء لو سمحت نزلي أنا؟ إي نعم هو أعطاني إياه قال لنا هذا الدواء ماله شنو قلتي؟ هذا دواء مخدرات قليل دواء هو اللي قال التحجة ما تقول مش فيك عسى ما شر خير ما ادري ايش فيني تعال فار يا ثوم
تعوذ تعوذ من ابليس تعوذ من ابليس ماكو شيء خير ان شاء الله قول لا اله الا الله لا اله الا الله عمي قوم ايش رايك نروح نتمشى وتغير جو اي ابي يلا قوم قوم عمي قوم قوم اليوثوم طلع مو واسي قوم تفضل راجو التيس هذا حق منو حق ماما انا انت متاكد ان التيس هذا حق ماما أنا سايق هو قولي روح وتعال وأنا أقول أوكي حسبي الله ونعم الوكيل لا تصدق يا حضرة الضابط صدقني أنا ما أعرف الشغلات هذه ما أعرفها صدقني هدي هدي وإحنا راح نطلع السالفة كلها يا حضرة الضابط صدقني هذا كذاب لا تصدقه ترى هذا سايق يوديني أودي بنيتي وأرجع وهذا اللي قط علي قال لي هذا إدوة يعني هذا سايق عندك يعني إغامته عندك لا لا مو كذي السالفة حيل شلون أنا ذاك اليوم طلعت عند الباب لقيت فيه كرت لصقينه كان أخذه ولا كاتب هو رقم أساس ندري أقول قلت والله على الله على الأقل أودي بنيتي المدرسة وأرجع بس هذه هي السالفة سايق يحط إعلان على البيت ما أدش فيك أخت منسية إذا تتصلين بعيالك أو ريلك أو أي أحد اتصلي اتصل بعيالي مش هالمصيبة اللي أنا فيها تعال عندي راجو خاف ربك لا تكذب انا عندي بنات ترى وراك قبر بتحاسب فيه ما تحكي عليك الحكي ان شاء الله حضرة الضابط صدقني انا ما سويت شيء ولا شغل بهالامور نعم سيدي اخذ ود الحجز على ما نعرض باتو على النيابه حاضر سيدي انا خلاص امشي حضرة الضابط والله كان ودي انك تمشين لكني ما اقدر اهدك الحين ليش؟ انت لازم تكونين عندي بالحجز علشان باكر اعرضك على وكيل النيابه واذا بتصلين بعيالك اتصلي يا حسرتي وكيل عدل سيارة درقية موجودة يا زين سيارتك ويا زين بيتك بس أخ لو تعدلين وجهك مرة واحدة وتسوين عملية تجميل كان أحلى بس ما أكيد هذه ألو هلا هلا منسية إيش فيك عزيز ابي تليفون الحين اي الحين انا وين اجيب لك يا الحين طلع لي من تحت الارض تصرف انت تدري ان الحين مشددين وما نقدر الحين نزرع التليفونات مالي شغل قلت لك ابي تليفون يعني ابي تليفون زين قاعد صح لا يسمعونا لا حول الله خلاص باكر يكون عندك تليفون انا حاسس انه صاير شيء باهلي لازم ادق الحين ضروري يعني؟ إيه ضروري خلاص خلها لي باكر خلاص نام نام انت انا ما في النوم اقعد لي باكر بس ضروري تطلع لي اطلع لك التليفون لا تحاتي بس اهدى ونام يلا نام 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 وينك؟ اتصلت عليك وللحين ما وصلت لدرجة الطريق صار طويل يا رب يا رب استغفر الله العظيم من كل ذنب